السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلاب، نحن على موعد اليوم لحل تقويم الدرس الخامس بعنوان امتداد الدولة العباسية. السؤال الأول: يملأ الطلبة الفراغات الآتية بما يناسبها. ألف: مرت جهود الدولة العباسية لنشر الإسلام بدورين، هما؟ إجابة: الدور الأول هو المحافظة على فتوحات المسلمين التي تحققت في عصر الدولة الأموية. الدور الثاني هو السعي لنشر الإسلام في أماكن جديدة. ب: حصن العباسيون الثغور الإسلامية، وكما درسنا أن الثغور الإسلامية هي أماكن على حدود الدولة الإسلامية يمكن للعدو أن ينفذ منها، فقام العباسيون بتحصين هذه الثغور التي يستطيع البيزنطيين أن يهاجموا الدولة الإسلامية منها، فنظموا حملات الصوائف والشواتي، وهي حملات عسكرية، كما أقاموا على الحدود مناطق دفاعية سميت العواصم. العواصم أي الموانع، العاصم هو الذي يمنع. كلمة العواصم معناها أماكن حدودية يقوم بوضع فيها رجال مدججين بالسلاح والعتاد، فإذا فكر أحد الأعداء الدخول إلى الحدود الإسلامية قام بمهاجمته. السؤال الثاني: ما أبرز جهود العباسيين في مواجهة أطماع الإمبراطورية البيزنطية؟ كما تعلمون الإمبراطورية البيزنطية المقصود بها الروم البيزنطيين، وكان مقرهم في القسطنطينية. أبرز جهود العباسيين في مواجهة أطماع الإمبراطورية البيزنطية أنهم قاموا بمحاربتهم وأنزلوا بهم الهزائم الساحقة وأجبروهم على دفع الجزية، وفتحوا مدينة عمورية. عندما امتنع أحد ملوك الروم عن دفع الجزية قرر هارون الرشيد إرسال جيش، واستطاع هذا الجيش دخول مدينة عمورية وأجبروهم على دفع الجزية. أسباب الحملات الصليبية: المقصود بالحملات الصليبية هي الحملات العسكرية التي أتت إلى بلاد المشرق الإسلامي واتخذت من الصليب شعارا لها وشارات على أكتاف وصدور جنودها. أسباب الحملات الصليبية: السبب الأول ضعف الدولة العباسية. 2 تفكك وحدة المسلمين خاصة في بلاد الشام. 3 الاستيلاء على خيرات بلاد المسلمين. 4 رغبة ملوك أوروبا في تكوين إمارات لهم في الشرق، ونجحوا في ذلك فقاموا بإنشاء 3 إمارات ومملكة، ولعلها هي الأولى إمارة الرها، إمارة أنطاكيا، مملكة بيت المقدس، إمارة طرابلس. ما هي نتائج الحملات الصليبية؟ النتيجة الأولى إلحاق الدمار والخراب بالعالم الإسلامي، توقف نمو الحضارة الإسلامية، سقوط الدولة العبيدية وكانت في مصر، عودة كثير من المسلمين إلى التمسك بالدين. سين 5 يصف الطلبة الآتي موقف المسلمين من التقدم الصليبي في الحملة الأولى. هو موقف المسلمين من التقدم الصليبي في الحملة الأولى: أدرك المسلمون خطر الفرقة والانقسام الذي حل به المسلمين في هذه الفترة، وبدأت بوادر الإفاقة والوحدة، ورفعوا راية الجهاد، وظهر عندي أبطال مثل عماد الدين زنكي وولده من بعده نور الدين محمود الذي أنشأ الدولة النورية، وصلاح الدين الأيوبي وغيرهم. معاملة المسلمين للنصارى بعد دخول صلاح الدين الأيوبي القدس: عاملوهم بالتسامح والرحمة والوفاء،
طلبوا من صلاح الدين الأيوبي أن يعطيهم الأمان، فأعطاهم الأمان وأمنهم على أموالهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم. ولعل هذا الموقف الذي قام به صلاح الدين الأيوبي ليس الأول في تاريخ الدولة الإسلامية، بل سبقه بهذا الموقف إمام المرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى مكة في عام الثامن من الهجرة، في العام الثامن من الهجرة، عندما قالوا له يا رسول الله ماذا، عندما قال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا له يا رسول الله كريم ابن كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التسامح والرحمة مع غير المسلمين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من حل تقويم هذا الدرس، وأن تقوموا بحله مثلما رأيتم. دمتم بخير.